ماذا عن السودان؟ معنا من الخرطوم مراسلنا محي الدين جبريل. محي، آخر التطورات لديك خصوصا في ظل هذه الأنباء التي تشير إلى تسجيل عشرات الإصابات على وقع تجديد الإجراءات الأمنية كذلك؟ مساء الخير بهاء. سمر. في السودان آخر تحديث لوزارة الصحة السودانية كان فجر اليوم، حيث أعلن عن تسجيل 91 حالة إصابة جديدة وخمسة وفيات، وبالتالي يصبح عدد الإصابات 533 حالة و36 وفاة منذ بدء انتشار الوباء في السودان، كما أعلن عن استشفاء 7 حالات، وبالتالي يصبح عدد الذين استشفوا تماما من هذا المرض هم 46 شخصا. ولكن ما فتئت وزارة الصحة بها في السودان تحذر من المخاطر الكبيرة التي ربما تتعرض لها البلاد جراء حالة الاستهوان أو عدم الاهتمام بحظر التجوال، خاصة في المناطق الطرفية في الخرطوم وبقية المدن والأقاليم السودانية. هنالك يعني حالة تهاون كبيرة جدا في تطبيق حظر التجوال، ولا تزال التجمهرات أمام المخابز وفي الميادين وأمام بائعات الأطعمة الشعبية في الشوارع تستمر مع قلة الفحص في السودان. هنالك مشكلة في المعينات الخاصة بمواجهة كورونا. وزارة الصحة قالت إن معيناتها قبل 4 أيام قالت إن معيناتها لا تكفي لمدة 2 أسبوع من الألبسة الواقية وعقاقير الفحص. أيضا في السودان لا يتم الفحص المبكر للمواطنين بسبب المشاكل التي تتعلق بانهيار النظام الصحي في السودان. يتم فقط الفحص عن الذين يبلغون بحدوث أعراض عليهم، ولكن لا توجد عمليات فحص مبكر أو عمليات اختبار للفيروس في السودان.